جل وعلا. خذ هدية نبوية. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه تراها الرواية الصحيحة. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وعند ذنب قاعد يستغفر منه، غفر له ولو كان قد تولى من الزحف. لا إله إلا الله، يعني لو كان يقاتل تولي من الزحف موبقة، صحيح، من الكبائر من السبع الموبقات، ومع ذلك يعني قدام يقاتل الناس وهج رمى سلاحه وتركنا المسلمين ودخلوا الكفار علينا، أو أنه سبب في خسارة المؤمنين أو غيره، كبيرة خيانة. هذه هي خيانة لو قالها الإنسان بهذا وتاب وأناب وقال هذا الذكر غفر له. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سهل. رددها ثلاثا، رددها سبعا، رددها دائما. نعم. أيضا خذ الهدية النبوية التي بعدها. ما شاء الله الهدايا اليوم كثيرة. هدايا كثيرة وباب أحبابي في ذكر وتعرف تحفظونه. لو تقوله الصباح، لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة. يا الله. ولو تقول بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة، والحديث صحيح. يا سلام. وهو سيد الاستغفار. من قال حافظين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عبد أو أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر.